كرام، اهلا وسهلا وعيدكم مبارك سعيد، اهله الله علينا وعليكم باليمن والبركات. بمناسبه عيد الاضحى طاقم زيو سيتي دوت نت قمنا بواحد الجوله الى الحديقه الايكولوجيه بمدينه زيو والمتنفس الوحيد لساكنه مدينه زيو من اجل اخذ عينات من تصريحات المواطنين والاطفال حول العيد. كيفاش مرت الأجواء ديالهم بهذه المناسبة؟ الاسم ديالك؟ ملك بهدوز. ملك بهدوز، ملك علاش جيتي للحديقة؟ جيت نلعب فيها. مع من جيتي؟ مع ماما ومع اختي مع خواتاتي ومع خالتي ايهام. ونهار العيد شنو درتي في الصباح ديال العيد؟ ذبحنا الحولي وقيسي له الدم وصلنا واحد قدوحة وعودانك مشيت عند صاحبتي ذبحوا الحولي كلشي ذبح الحولي وبالتالي ذبح تعاونوا على الحولي وذبحوا له. ياك وكيفاش العيد زوين ولا ماشي زوين؟ زوين بزاف؟ شنو تقولي لماماك وباباك؟ واه عيدكم مبروك. اسم ديالك؟ الياس المقواني. الياس المقواني. والياس كيفاش دوزت العيد؟ مزيان الحمد لله. شنو درت نهار العيد؟ شديت مع بابا الحولي وذبحناه شوينا الكبده وكليناها. وكليتوها؟ ما خليتوش شويه؟ لا. علاش ما خليتي شويه؟ ما تفكرتكش هو. ياك مره اخرى تفكرنا. صافي قول لي كيفاش كيجيك العيد؟ مزيان. علاش كيجيك العيد زوين؟ حيت كيعطينا بونا العيديه. العيديه شحال شدي ديال العيديه؟ 9000 فرنك. 9000؟ شنو درتي بها؟ نسيتها. نسيتها؟ خصك تشري بها واحد الحاجه تكون زوينه باش ديما تفكرها في العيد. شنو تقول دابا لباباك ومامك؟ شنو تقول لهم دابا؟ انا قدام الكاميرا شوف شنو تقول لهم؟ عيدكم مبروك. دير لهم باي باي. باي باي. اسم ديالي زكريا جوهر، جيت من مدينه سلا. الاجواء في زيو مباركه مع العم ديالي فؤاد وعند الجد ديالي هنا الفوكين في حي جديد. الجو ديالنا كاين في الجرده، كنجيبوا الدراري بزاف يلعبوا شويه والحمد لله. مدينه زيو هنا كاين واحد المشكل، ما كانش الماء مع 11 الصباح وقع مشكل، مي بغينا نشدحوا الاضحيه ما لقينا ما كانش الماء وتعطلنا حتى الوحده ذبحنا. كاين شويه زيو هنا مازال، انا كاينش الاماكن فين يتفوهوا الدراري، المكان الوحيد هو هذا كاين هنا. مزيان الاطفال، كاين اللعاب، كاين المنتزه، التنفس. ايوا شكرا. الله يحفظك وعيد مبارك سعيد. الله يبارك فيك. السلام عليكم وعيد مبارك سعيد. السلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد و تصدقوا هذا الاوديو عيدكم مبارك سعيد. احنا في الجرده مزيانه تيلعبوا. كيفاش كدوزوا اليوم ديال العيد ديالكم؟ يعني شنو كديروا فيه ذاك النهار تاع العيد؟ مزيان فرحنا ومزيان ذبحنا كلينا شربنا تجيبوا الدراري يلعبوا الجرده. خصها اللي ضام شويه وخص بنادم يحاول هذه الجرده هذه. تجيبوا ولادنا تتفاجئوا شويه هنايا وهذه هي اللي عندنا هنا زعما اقليم زيو. بالنسبه للعيد يعني كتشوف واحد الحاجه زوينه اللي الانسان انه كيتلاقاو الانسان مع الاصدقاء مع الاحباب صله الرحيم. يعني واش كتشوفي انه ذاك صله الرحيم كاينه عندنا هنا في زايو؟ يعني واش العائلات كتمشي عند بعضياتها؟ بالنسبه لليوم الاول ديال العيد كيفاش كاين؟ قليل
شويه كان بنادم، كان بنادم تيدابز مع فاميليا نتاعو، كان بنادم تيمشي يتصالح، كان بنادم ما تيبغيش يتصالح. والعيد هي فيها الفرحه، كل شيء فيها الفرحه. بنادم كان مدابز مع شي واحد يمشي يتصالح مع بنادم، ايوا وتنفرحوا مع هذا العيد الصغير والعيد الكبير. اكثر هي العيد الكبير مزيانه الحمد لله. وفي هذه المناسبه كنقول لك عيد مبارك سعيد. عيدكم مبارك سعيد وشكرا. العفو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم ديالك؟ ادم. ادم، ادم كيفاش كدوز العيد ديالك؟ بخير. شو كدير فيه؟ نذبحوا الحوليه. زيد. ولبسوا كسوه العيد. ودابا دابا لمن بغيت تقول عيد سعيد؟ لمن بغيت تقولها لهم؟ شوف الكاميرا. ماما بابا. ماما بابا. زيد. حنا خالتي. عيدكم مبروك. الاسم ديالك؟ اسم ديالي. اسميتك؟ فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء، شو كديري نهار العيد؟ تنذبح الحولي. واه. لبست السوا ديال العيد. شنو كديري لماماك وباباك؟ شنو كتقولي لهم نهار العيد؟ تنحزن لهم. كتقولي لماماك عيدك مبروك؟ شنو كتقولي لها؟ قولي لي. عملت بلاط. لبستي كسوتك؟ وعلاش جيتي هنايا؟ علاش كتجي هنايا؟ علاش؟ جيت تلعب. مع من جيتي؟ ماما. عماماك. ويعني كيفاش كيدوز، كيفاش كدوزوا العيد ديالكم مع العائله ومع الوليدات؟ ايوا كندوزوا مزيان ان شاء الله، نطلب ربي يطول عمرنا مع الوليدات، مع كاملين الخوت والاصدقاء. يعني انت يا جدو كتجيبوا الجرده؟ كنجيبوا الجرده، كنجيبوا الجرده، ما كيكونش هنا كيكون على برا. وكنجيبوا حيد القط شويه. وكيفاش كتجي له، كيفاش كتجيكم هذه الجرده؟ آه مزيانه. مزيانه طبيعه الحال. او يعني يعني كتم تم انا ريانه وات هذا ابلاي. دابا عمو لمن بغيت تقدم التهاني ديال العيد؟ لمن بغيت تبارك العيد؟ نبارك العيد لهاد الشباب كاملين والخوت والاصدقاء وطول العمر ولا زيوسيتي وصافي. شكرا لك. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كي دوزتي العيد؟ كيفاش كيجيك العيد؟ زوين؟ اه. شو كديري نهار العيد؟ كناكل. كتاكلي واه؟ لا. شو كديري؟ كنلعب. وعلاش جيتي هنايا الحديقة؟ شنو جيتي ديري في الحديقة؟ كتعجبني. كتعجبك الحديقة بزاف؟ اه. مع من جيتي؟ مع خويا. مع خوك؟ اه. وشنو شنو شنو قلتي لماماك وباباك واخوك؟ شنو كتقولي لهم نهار العيد؟ عيد مبارك؟ اه. قوليها لي، قوليها لي نسمعها، قوليها لي، قولي لي عيدكم مبارك. كنقول لهم عيد مبروك. عيد مبروك. مبروك. الله يبارك فيك. كيفاش جوزتي اليوم الأول ديال العيد؟ بخير. شنو درتي فيه؟ لعبنا، نشطنا، كلينا الشوا. ما ذبحتي، ما سلختي، ما والو؟ لا ذبحنا شوية. عاوننا شوية. شنو عدلتي الكرشة؟ واه. مع ماماك ولا؟ واه. السلام عليكم. كنحيي الناس ديال الصحافة زي وسيتي ديالنا، كنقول لهم عيد مبارك سعيد، وكنتمنى لجميع ولاد زايو عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة، وتكون بالرفاهية وبالازدهار ولاد المدينة الشريفة. الأجواء ديال العيد دازت بصراحة، دازت مزيانة، دازت زينة، كل شيء بخير، كل شيء ضاحك ناشط. كاين شويه ديال التجاره، شويه واخا شويه ديال القنطه مهم مع الاصدقاء والعائله وداك الشيء، المهم كيكون شويه ديال، كيكون شويه ديال الرواج، شويه ديال الضحك والنشاط، وسير العائله كتزار مع بعضياتها والخوت وداك الشيء والاقارب، اجواء كدوز مزيان الحمد لله. كسميتك؟ محمد امين. انت كسميتك؟ انس. انس، انس زوين. كيفاش كدوز ديال العيد مسي محمد؟ المبارك. وشو كدير نهار العيد؟ اه. شو كدير نهار العيد؟ كنذبحوا الحيلي وكناكلوا. شنو كتقول لماماك وباباك في العيد؟ كنقول لهم، كنقول لهم عيد مبارك. على فين كتسلم على باباك وماماك؟ اه.
اللي كتسلم عليهم؟ العيد. تسلم عليهم في العيد ولا ديما؟ ديما. ديما. علاش كتجي هنايا الحديقة؟ جيت نلعب. كتعجبك؟ واه. والألعاب زوينين؟ واه. شنو كتلعب كاع في الألعاب؟ كنلعب زلايكو. كنلعب كلشي الألعاب. كلشي الألعاب. وأنت أنس شنو كيعجبك نهار العيد؟ كنجيبو حلو وكنذبحو وكناكلو الشوا واللحم. كتاكل الشوا واللحم؟ صافي كتمشي تصلي؟ علاش ما كتمشيش؟ هكذاك كتكبر؟ وكتسلم على باباك؟ شو كتقول له؟ كنقول له فوقاش نجيبو الحولي. وانا كاع ما سلمتش عليا، كاع ما قلتلوش عيدك مبروك. وسلم عليا، قول عيدك مبروك. كاع ما سلمتش عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيدك مبروك. الله يبارك فيك. كعيدتي مزيان؟ لاباس الحمد لله. شنو درتي نهار العيد؟ لبست كسوات العيد. كلت الشوا. اسمو قلتي لباباك وماماك؟ قلتي لهم عيد مبارك سعيد؟ قلتها لهم. شنو قلتي لهم؟ لهم عيد مبارك سعيد. وعلاش كتجي هنايا الجردة؟ كنلعب فيها. نعم جيتي؟ جيت مع ماما. واش كتعجبك الجردة مزيان؟ هذه كتعجبني شويه، ولكن واحد الجرده اخرى كتعجبني بزاف. فين جات؟ جرده لوزين. هذيك اللي كاين في لوزين حتى هي مزيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه عيد الاضحى مبارك، كنهديو تهاني للجميع ابناء مدينه زايو داخل الوطن وخارج الوطن. وبهذه المناسبه يعني درنا الدوره بالاطفال. ما في الحقيقه للاسف ما كاينش شي متنفسات كثيره في المدينه، وكتبقى هذه الحديقه الايكولوجيه من المتنفس الوحيد لمدينه زايو اللي كانت اسفوا الحاله اللي صارت عليها المدينه. ما عندناش فين يمشيو يلعبوا الاطفال شي اماكن اخرى من غير هذه الحديقه، وهذا هو الحال والواقع اللي كنعيشوه. وبمناسبه عيد الاضحى المبارك كنشكروا كذلك موقع زايو سيتي على جميع التغطيات اللي تقوم بها. شكرا لكم جميعا. كيفاش كدوز العيد؟ مزيان. شنو كدير فيه؟ كنجمعوا الفلوس، كنجمعوا كاملين حنا العائلة في الدار، وكنجبدوا هذوك الفلوس. شنو كدير بهذوك الفلوس؟ كنشري بيهم، واللي بقى كنخبيه. سو كتقول ماماك، شو كتقول ماماك وبابا؟ كنبغيهم. كتبغيهم بزاف ولا شويه؟ قد الارض ولا قد السماء؟ قد السماء. شكرا. عيدك مبروك. الله يبارك فيك. كي دوزتي العيد؟ كي كدوزي العيد؟ مزيان. كيجيك العيد زوين بزاف ولا ماشي زوين؟ زوين. شنو كديري فيه؟ كنشوي الكبده. كتشوي غير الكبده وصافي؟ وما كتسلميش على باباك وماماك؟ كنسلم. اسمو كتقولي لهم؟ مبروك عيدكم. وشنو علاش جيتي اليوم هاد الجردة؟ مسلم. كيفاش جاوك هاد الألعاب زوينين؟ مزيان. مزيانين؟ كل نهار كتجي ولا غير في العيد؟ غير في العيد. في العيد؟ عيدكم مبارك سعيد لجميع المغاربة داخل الوطن وخارج أرية الوطن، وعيد مبارك سعيد للطاقم زايو سيتي بوان نيت ولجميع الأصدقاء وشكرا. عمران شنو كدير نهار العيد؟ والو. والو. شنو كيدير باباك في العيد؟ شنو كيدير؟ كيخدم في الجاموسه. لا شنو درتو الحولي ديال العيد؟ ذبحناه. ايوا زيد. ما عرفتش. علاش جيت هنايا الحديقه؟ علاش انا جيت وصا. مع من جيت؟ ماما. ايوا شكون؟ ومانا. اسمو بغيت تقول ماماك واختك؟ ما عرف ما نقولها. قول لهم عيدكم مبروك. واه. شنو تقول لهم؟ وصافي. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة عيد الأضحى
كنقدم اعز التهاني نتاعي للسكان تاع مدينه زيوم، والحمد لله تحت لي هذه الفرصه باش نعيد مع الاهل تاعي والاحباب تاعي والاصدقاء تاعي هنا في المدينه تاعي اللي تزدت فيها، وعيدكم مبارك سعيد.